شو هالكعدة الجميلة ناقصها. طبعا موجودين احنا وموجودين انتو، زهور موجودة، اعشاب الخزامة او اللافندر موجودة قدامي، الريحان موجود، النعنع موجود، المياه موجودة، الجو رطب، الاكسجين موجود. شو اللي ناقص لهالكعدة هذه قبل ما تكون مثالية كجلسة علاجية؟ اثنين كذابين، هذه لا مش موجودين. ناقصنا الشمس اللي هي أشعة ضوئية مرئية وغير مرئية تنزل من مصدر منذ الأزل، بعطينا هالطاقة هذه اللي هي بتيجي على شكل ذبذبات، إشارات، موجات، أشعة، وبتنزل على هالكون وبتعمل عملية حياة للنبات، حياة للحيوان، حياة للنظام الكوني كله، وحياة لجسمنا إحنا كبني آدمين وللخلايا تعونا. وحنشوف في هاي الحلقة شو الفوائد الكبيرة اللي إحنا بنخسرها إذا خسرنا هذه الشمس، وكديش حنخفف من كل أعراضنا وكل آلامنا بمجرد شغلات بسيطة ونعرف كيف نستخدم أشعة الشمس. في البداية أشعة الشمس الأساس فيها هي بتعمل النظام السيركيديان ريتم أو النظام الهرموني أو النظام الحيوي لتشغيل الجسم. في حال أشرقت الشمس في الصباح معناته بتبلش العمليات الحيوية هذه اللي بتكون مختلفة من الصباح عن فترة الظهيرة، عن المساء، عن فترة النوم، أثناء فترة منتصف النوم، الفجر، كلها متغيرات وكلها محكومة بحركة الشمس وبالطاقة هذه اللي بناخدها من أشعة الشمس. أشعة الشمس ما بتعطينا فقط فيتامين د اللي هو ينتج طبعا داخليا، والطاقة هذه والقوة هذه اللي بدنا نحكي عنها كله داخليا في داخل الجسم، بس عشان ينتج بدنا مسبب، المسبب هي الأشعة، سواء الأشعة فوق البنفسجية اللي هي هذه مسبب رئيسي اللي يدخل الجلد ويخترق الجلد ويتم إفراز وإنتاج الفيتامين د اللي هو أساسي في موضوع النمو وقوة العظام وامتصاص الكالسيوم وعمل الهرمونات والحالة النفسية، وإن نصاب في ألزهايمر أو لا نصاب، ولا الانفكشن اللي عندنا ولا الالتهاب بيضلوا أسبوعين ثلاثة ولا يطيب بعد يومين ثلاثة، هذا هو الألترا فايلت. في عندنا الإنفراريد اللي هي أشعة غير مرئية حمراء كمان بتجينا من هالشمس عن طريق التعرض لأشعة الشمس في الفترة الصباحية أو في الفترة المسائية، فترة الغروب لما تكون أشعة الشمس حمراء. هذه الأشعة الإنفراريد هي أشعة تحت الموجات تعونها تقدر تخترق الطبقة الجلدية وتنزل لحد ما توصل 7-8-9 سنتي، وهذه الأشعة تستخدم في العلاجات الطبيعية دائما وفي المراكز كأجهزة بتعطي أشعة تحت الحمراء لتخفيف الالتهاب، التحسين من التهابات التنفسية، آلام الظهر، تشنج العضلات. احنا بنقول عن أجهزة، طيب هي موجودة وبقدر أستخدمها. فصار في عنا الألترا فايلت، صار عنا الإنفراريد. هلا نرجع لموضوع التنظيم الهرموني للجسم كامل. التنظيم الهرموني بيجي عن طريق إنه نشوف الضوء، نشوفه وينزل على القرنية وعلى الشبكية وعلى الجدار الخلفي من الشبكية اللي هو بشكل محوري بشكل هلال، هذا هو العين من الخلف. هلا ركزوا لي على النقطة هذه مهمة. الألترا فايلت وأشعة الشمس والشمس نفسها موجودة بالأعلى، يعني بتنزل على الأرض بشكل أفقي. إذا بتنزل بشكل أفقي إذا هذه الأشعة لما إحنا في الوضع الطبيعي ما بنطلع لفوق، في الوضع الطبيعي لازم تنزل وتخترق الشبكية وتنصب على الزاوية السفلى من الشبكية أو من العدسة.
ففي هاي الحالة هذه الأشعة وهذه الريتسبتورز اللي حتتفعل وتفعل الغدة النخامية اللي هي حتفرز وحتحفز الميلاتونين في الغدة الصنوبرية انه يا يفرز او يوقف الفرز. وتوقيف الفرز معناته انها تفرز معناته ظلمة تامة لا نتعرض لأي ضوء، هذا معناته switch off ويبلش الميلاتونين يفرز من الغدة الصنوبرية. بس في حالة الصباح أنا بدي أوقف الغدة الصنوبرية اللي توقف إفراز الميلاتونين، لأن الميلاتونين حيخلي الخلايا تسترخي وتنام وهو مضاد قوي ضد الأكسدة زي ما حكينا. الميلاتونين اللي يفرز من الغدة الصنوبرية، عشان هيك لازم كله في الليل إذا بدنا ننام ما في إضاءة. والشغلة الثانية مدام إنها الشمس بتيجي من فوق والإضاءة هذه اللي هي بتحفزنا وبتوقف الميلاتونين، إذا لما بدنا ننام الإضاءة الخفيفة اللي لازم تكون في غرفة النوم لازم تكون واطية مش عالية، واطية مش في السقف كإضاءة بيضة. إضاءة بيضة معناته فيش نوم فيش إفراز للميلاتونين، إضاءة لازم تكون واطية، واطية عشان الأشعة هذه تيجي على قرنية العين وما تعمل عملية تحفيز من الأسفل لقاع الهلال اللي ما نحفزه، لأنه هذا القاع يعني استيقاظ مش يعني خلود للنوم وإفراز ميلاتونين. ففي هاي الحالة عشان هيك بتلاحظوا إنه الإضاءة لازم في غرفة النوم تكون إضاءة لونها أحمر أو أصفر غامق، إشي مريح اللي يبعث على النوم. يعني الإضاءة واللون حيساعدنا على النوم، كمان إنها تكون اللمبة واطية واطية بحيث تيجي الأشعة من تحت لفوق على القرنية، هذا حيساعدنا للخلود للنوم بشكل أفضل. طيب هلأ نأخذ النظام الهرموني هذا ونأخذها هرمون هرمون ونشوف اللي نفهم ليش قاعدين احنا بنتصرف بالطريقة هذه. اول شيء نبلش في المرحلة الصباحية، مرحلة الفجر، على 5:30 في الفترة الصباحية بوقف افراز الميلاتونين اللي هو من الغدة الصنوبرية. الإفراز هذا لما يوقف، لأنه في أشعة شمس وجاي بشكل عمودي، توقف الإفراز بظل موقف لحد ما تيجي الساعة 9:30 10، من 8:30 ببلش إنتاج الميلاتونين شوي شوي، للعشرة ونص بيكون على مستوى المفروض إنه يخلينا نخلد للنوم على 10:30 مساء. فمن 10:30 بصير الارتفاع للميلاتونين لحد الساعة 2:30 في الليل. 2:30 في الليل هي القمة تاعت الميلاتونين، والقمة مدام في ميلاتونين معناته نايمين في نوم عميق، معناته في إفراز لهرمون النمو بالأساس، وهذا الهرمون رئيسي لعملية المناعة ومكافحة الالتهابات ونمو العظام يعني هذا أساسي. وهذه الساعة اللي حتى البوليس والشرطة والجيش بيستخدموها لما يروحوا بدهم يعتقلوا حدا، 2:30 في الليل هي ساعة اعتقالات، لأنه هاي الساعة هي النوم العميق لحد 5:30. فهذا هو النظام اللي المفروض نمشي عليه، اللي ناخذ الفوائد الصحية من أشعة الشمس، يعني نمشي زي ما الشمس هذه بدها. إذا يعني لأنه هاي صحيتنا على 5:30، هذا عشان لأنه الميلاتونين وقف على 5:30 فيش إفراز. بالمقابل مين اللي حيزيد إفرازه وحيبلش يفرز؟ اللي هو الكورتيزول، هرمون الكورتيزول والأدرينالين من الغدة الفوق كلوية حيبلشوا على 5:30 وباخذوا ذروتهم في الارتفاع
وبشكل تدريجي لحد الساعة 8:30 صباحا. 8:30 للعشرة هذه فترة حرجة، لأنه فترة زيادة حادة في موضوع الكورتيزول والأدرينالين، وعشان هيك بنحكي إنه هاي الساعة 8 للعشرة هي الفترة اللي بتيجي فيها بالعادة الجلطات الدماغية والجلطات القلبية. هذه الفترة من ارتفاع هذه الهرمونات اللي بترفع الضغط وبتعمل انقباضات حادة في الدورة الدموية. وعشان هيك لنفس السبب بنقولكم صحية 5:30 أو 4:30 حتى قبل استقبال الفجر، يعني الشمس المفروض نستقبلها يعني نصحى قبلها، والمفروض نودعها يعني نكون موجودين معها في ساعة الغروب. هذه الوصفة اللي بدكم تمشوا عليها. وعشان هيك بنقول ان الصحي الصبح بتمنع من الجلطات الدماغية والقلبية 50% وقاية و 50% منع لمشكلة هي السبب الاول لحالات الوفاة والموت في العالم. ان مجرد فقط اصحى الفترة الصباحية ولو 5 دقائق فقط، اقوم الف اخذ لي شوية تنفس، هاي العملية نتحرك الفترة الصباحية 4:30 اصحى اروح على الحمام اشرب لي شوية مية وارجع انام، مش مشكلة، بس انه طلعت الكورتيزول، عملت انبساطات في الاوعية الدموية، جهزت العضلات، جهزت الجهاز التنفسي ورفع وغيرت الوضع الدوري وجهزت الجسم لانه للارتفاع الحاد هذا اللي بده يصير على العشرة. ماشي، خلصنا من موضوع والكورتيزول بضله يرتفع بعدين لغاية الساعة 2. عشان هيك الساعة 2 دائما، خصوصا اذا كانت في حرارة وجو حار، بنحس انه بدنا ننام، وخصوصا بعد ما ناكل ونسحب طاقة مع الاكل وكل الدماغ تروح على المنطقة الباطنية والطاقة تاعتنا مش موجودة، لانه الكورتيزول والادرينالين هن هرمونات الطاقة. وعشان هيك بنروح بننام نص ساعة القيلولة، هذه اللي هي عملية فقط انه نزل الكورتيزول. ففي هاي الحالة حكينا بنزل الكورتيزول بيرتفع وبيبلش يشتغل الميلاتونين، فعشان هيك بنروح بننام القيلولة هذه نص ساعة فقط. هذه بتعطينا طاقة، بتعطينا راحة نفسية، وبتخفف من الضغط اللي موجود فترة العصر. فترة العصر هي فترة خصر، فترة ضيق، لأنه هذه الهرمونات أساسية في إعطائنا الطاقة، فما في عنا طاقة. عشان هيك بدكم تروحوا فترة العصر، أحسن شيء التمشي، التنفس، إنكم تخرجوا برا، اللي تفرغوا وتاخذوا طاقة. تاخذوا طاقة يعني بدكم تمارين تنفسية في فترة العصر، بدكم تسبحوا، بدكم حتى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الآية واضحة والتفسير لها، تفضلوا انكم لازم يعني بدكم تصبروا شوي لأنها فترة ضيق، بدكم تاخذوا لكم شوية نفس وشوية حركة تسبيح ومش عارف ايش، لأنها فترة ضيق كمان، وهذه الشغلات حتخفف الضيق وتخفف الضغط النفسي وتعطيكم نيتريك أوكسايد وتزيد فعالية الدورة الدموية بعد نقص الكورتيزول. الكورتيزول المفروض انه يخف على الساعة 8 تجهيز لعمل الميلاتونين. فعشان هيك اذا ظلينا صاحيين حيظلوا الكورتيزول مرتفع، يعني الضغط حيظلوا مرتفع، تجمع السكر في مجرى الدورة الدموية بسبب ارتفاع الكورتيزول حيظلوا مرتفع، وحيصير في عنا سكري وضغط بسبب فقط اني بنام متأخر. يعني شوفوا كديش الأسباب بسيطة، بس كديش الفرقية إذا حسنا ولحسن حظنا إنه تحسين ونرجع للتقويم الشمسي هذا كمان مرة ونرجع النظام الهرموني، بأخذ منا 3 أيام فقط وحكي لكم كيف. أوكي، هلأ الموضوع الثاني كمان في هرمونات، الهرمون الشبع وهرمون الجوع. هرمون الشبع لازم يكون في الفترة الصباحية بلش يشتغل، هذا المفروض، وفي الفترة المسائية هرمون الجوع. الفترة الصباحية
الليبتين والهرمون الشبع الفترة المسائية لازم أوقف. هلأ إذا أنا بدي أتحدى النظام هذا وبدي أكل في الليل، في الليل إذا ضليتني سهران بدي أجوع، وإذا أكلت في الليل فيش إنسولين، وحيضطر لأنه هلأ بنجي للإنسولين، الإنسولين بيكون لازم يكون مش فيش إنسولين، فيش سكر في الدم عشان الميلاتونين يشتغل عشان نعرف ننام. فإذا الإنسولين موجود والسكر موجود في الدورة الدموية وهو موعد مش عملية حرك وأخذ طاقة من هالأكل اللي بنأخذه، فيتم تخزين كل هذه الطاقة اللي بنأخذها في الفترة المسائية أو فترة الليل بشكل مضاعف، لأنه مش هذا وقت حرك، هذا وقت هذا تحدى النظام الهرموني وأجا بده يأكل في الليل، فعشان هيك بتصير السمنة هذه وزيادة الوزن من فقط إنه ما نام ولسه، وعدم النوم هيخربط لنا نظام الحرك والميتابوليزم. طيب هاي كم من هرمون قلنا الميلاتونين. هلا خلينا نعطيكم طريقة شوي كيف نستفيد. الطريقة الأولى أول شيء الشبابيك تاعت البيت المفروض ما يكون فيها عملية تغميق للشباك أو للكزاز. هذه عملية التغميق لما الكزاز يصد يا بصد أو يمتص أشعة الألترا فايلت، طبعا لا تخترق الزجاج، الانفراريد حتخترق الزجاج، بس إذا كان معتم في هاي الحالة الزجاج حيوقد الطاقة هذه والأشعة ومش حيدخلها. الحل الأنسب إنه تحطوا البرادي بدل تعتيم الزجاج، لأنه هذا حيوفر عليكم من ناحية الحرارة صحيح والتبريد في فترة الصيف، بس حتدفعوا مصاري كتير على الصحة لأنكم حرمكم من الانفراريد. الفترة الصباحية لازم الشبابيك تكون مفتوحة، وأول ما نصحى من النوم نحاول نصحى ونحاول نطلع في الشمس بدون لا نظارة ولا شيء، فقط نطلع على أشعة الشمس لمدة من نص ساعة لربع ساعة، بتبلشوا شوي شوي، إذا حتصير عينيكم تدمع شوي، حتشعروا بعدم راحة شوية، بس هذه العملية لحالها خمس دقائق لنص ساعة حسب انتو همتكم وتعويدتكم، انكم تصحوا الصبح وتطلعوا مباشرة وبشكل للأعلى وتدعوا لربنا كمان انه يشفيكم في هاي المرحلة، وتاخذوا تمارين تنفسية. دايما بنقول لكم تمارين التنفسية لفوق، تطلعوا لفوق معناته بتزيدوا السعة الرئوية. فهذه العملية هي مخصصة لعملية توقيف الميلاتونين، يعني افراز للادرينالين، افراز للنيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد على بمجرد عرضنا حالنا للالترا فايلت او الانفراريد يزيد افرازه. لما احكي نيتريك اوكسايد يعني ضد الجلطات، يعني اللي هذا الغاز اللي يفرز في داخل الاوعيه الدمويه والشرايين التاجيه، هذا اللي حيمنع التجلطات وحيوصل الاكسجين اكثر للخلايا. يعني هذه شغلة مش بسيطة إن عن طريق الشمس أنتج النيتريك أوكسايد فقط بشغلة بسيطة. الفترة المسائية نفس الموضوع، بنحاول نطلع على الشمس بالطريقة هذه اللي هي بتكون أشعتها حمراء، يعني سهل إنه نطلع عليها وناخذ هالفوائد الهرمونية العظيمة التحفيزية وخصوصا للميلاتونين. ولعلمكم كمان في عنا نوعيين كلنا من الميلاتونين، نوعية يفرز من الغدة الصنوبرية، والغدة الصنوبرية ساعتها بتفرز في مجرى الدورة الدموية وبروح لكل الخلايا، والنوعية الثانية اللي هي بتأثر على ميلاتونين يفرز من المصدر وفرن الطاقة في داخل الخلية الميتوخاندريا. الميتوخاندريا هي اللي بتعطينا الطاقة إن نتحرك ونمشي، وطاقة العضلات والخلية إنها تنمو وإنها تكافح الالتهابات والعناصر المضادة للأكسدة في داخل الخلية. هذه الخلايا أنا بحكي لما خلية عظمية، خلية عصبية، الخلايا في الأغشية المخاطية. لما الأشعة تحت الحمراء
تخترق جسمنا يعني، وبتخترق الأشعة تحت الحمراء، الزجاج تخترقه، الملابس تخترقه، بس طبعا إذا كان في ملابس حتوصل للداخل وحتخترق الملابس بدرجة أقل، مش أقل بكتير بس أقل بشوية. فعشان هيك أي واحد ممكن يأخذ الأشعة تحت الحمراء خلال وجوده تحت أشعة الشمس في الفترة فترة اليوم. ولسه مش هيك كمان، يعني هذه الأشعة إذا بدنا أشعة أفضل بنروح للأماكن الخضراء، عشان هيك الأماكن الخضراء حتى في فترة المساء أو الفترة الصباحية بتكون فيها طاقة أفضل، فيها أكسجين أفضل، فيها أشعة تحت الحمراء مع انعكاسات من الخضار والأشجار والعشب الأخضر. وهذا لوحده، هذا المنظر لوحده والمنظر هذا بيبعث على إفراز سيروتونين وعلى إفراز الدوبامين. السيروتونين هرمون السعادة، هرمون ضد الاكتئاب، هرمون حيساعدنا على الاسترخاء. فقط عملية وجودنا في أشعة الشمس، أو بدنا نزيدها كمان نوجد تحت أشعة الشمس مع وجود الخضار. يعني هاي الجلسة لحالها بتنتج كميات كبيرة من الميلاتونين، والميلاتونين يعني قوته في كمضاد للأكسدة أقوى لسه من الجلوتاثيون اللي هو كمان يصنع داخل الكبد، اللي هو من أقوى المضادات ومضادات الأكسدة، قد قوته على مرتين الميلاتونين. ففي هالحالة يعني أنا إني أطلع برا واتعرج لأشعة الشمس، هذا حيخفف الالتهاب، هذا حيخفف الانفكشن، هذا حيخفف ضيق النفس والالتهابات التنفسية والحساسية التنفسية، المشاكل الجلدية، الأكزيما، التشنجات، الأعصاب، طوال ارتخاء، هذا كله بسبب هذه الأشعة. مش بس فيتامين دال وبس من هالأشعة، في عندنا الإنفراريد وفي أشعة تانية كمان مفيدة، ولحسن أنها بتخترق الألبسة. هلأ الوقاية إنه الشمس بتعطينا سرطانات، هذا عملية تخويف وعملية بس إعلامية لتسويق منتجات تانية، من فيتامين د لكريمات مضادة للألترا فايلت هذه الأشعة. بس اللي أكتر من هيك، طيب ما هو إذا أنا ما أخذت ألترا فايلت وما أخذت الإنفراريد هذه اللي هي مضادة للأكسدة، في هاي الحالة حيصيبني ديبريشن، اكتئاب مباشرة، ما تعرضت للشمس اكتئاب، هذه مثبتة علميا، اذا حضطر اخذ كل ادوية الاكتئاب. طيب حيصير في عندي التهابات تنفسية وبشكل اكبر، وهذا كمان بده ادوية وبده شغلات تانية، فيش مضادات للأكسدة زي الميلاتونين، في هالحالة حبيع أكثر مكملات ضد الأكسدة، الكبد عنا حيصير فيه تشحمات لأنه مش قادر يسيطر على الشوارد الحرة هذه، والعظام بصير فيها هشاشة لأنه ما بنتعرض، ما بناخذ فيتامين دال ولا بناخذ الانفراريد والميلاتونين، هذا مضاد الأكسدة اللي بده يخففني من وجع الركب ولا خفف لي من وجع وخفف لي من اعراض الهشاشه او يواقيني من الهشاشه. طب فيتامين دال ما هو اساسي لتكوين العظام ولا تدخيل الكالسيوم للعظام، واذا بدنا نبني عظام اكثر ونخفف من الام المفاصل والتهاباتها، اذا بدنا نتعرض ونشمس جرينا ونشمس ركبنا، نشمس الظهر. التشميس لازم يكون برا على السطح في غرفة بس بدون وجود زجاج. اتعرضوا حالكم افضل شيء وانتم نايمين على بطنكم، لانه الاشعة لازم تكون نازلة بشكل عمودي وانتم تكونوا على الارض. في هاي الحالة كمية اختراق هذه الاشعة بتكون افضل، ما تكونوا حاطين شيء على الجلد،
إلا منطقة الوجه طبعا ومنطقة الرأس نكون حاطين لها طاقية وما نزيدها في الفترة هذه اللي بدنا نتشمس فيها 5 دقائق. شفت حالي تعبت برجع على البيت بريح، بشرب مية، بشرب ليمون، نعنع، وبرد برجع كمان 5 دقائق وبشمس حالي، بشمس جري. هذا حيساعدني كتير وحيخفف آلامي بشكل طبيعي وما في مضاعفات جانبية، بالعكس كلها فوائد من أولها. ترتيب وضعكم الهرموني من أول وجديد لعملية مكافحة الالتهابات والإنفكشن هذه اللي قاتلتنا، وإعطائنا طاقة للميتوخاندريا، لمصانع الطاقة، يعني مولد طاقة حتى داخل جسمنا. أشعة الشمس داخل هو المحرك لنظام توليد الطاقة اللي موجود في كل خلية، في مليارات الخلايا اللي موجودة، اللي هي عن طريق فقط أشعة لا احنا شايفينها. طبعا الالترا فايلت تقريبا 20 او 15% من الأشعة بتاعت الشمس اللي شايفينها، بس اللي مش شايفينها بتشكل 60% تقريبا من الأشعة غير مرئية. يعني اللي متحكم في هالكون كله وفي صحتنا 60-70% منه مش مرئي وبيعمل كل هالتغيرات. مش مرئي بس محسوس. طب انا شو بعرفني انه في انفراريد راديشن؟ اذا بتشعر بالحرارة في جسمك او على جلدك، شعورنا بالحرارة هاد دليل انه في عنا انفراريد راديشن، في عنا اشعة تحت الحمراء من الشمس. الحرارة هي اللي بتعطينا انه في شيء. يعني النار لما تعطينا حرارة والتوهج اللي بيطلع من هذا كمان أشعة تحت الحمراء. في علم كامل مبني على هذه النظريات اللي هو اللايت ثيرابي. اللايت ثيرابي يعني استخدام هذه الموجات الضوئية سواء لعلاج الأكزيما، لعلاج الفايبروماليجيا. يعني احنا بنستخدم مثلا الانفراريد لألام الظهر، ان نعرض الحرارة، وهذه اللمبة الحمراء هذه أجهزة بتعطي مثلا في الفترة الصباحية. أنا ما بروح بحط انفراريد، أنا بدي ضوء أبيض عالي، يعني اللي حتى لو ما كان في شمس شتوية، إذا أنا بدي أصحى بضوي النيون اللي هو للنوم مش صحي بس للاستيقاظ صحي، اللي هو بعطينا طاق اللوكس، اللقس أو اللوكس. متذكرين اللوكس؟ كلمة اللوكس شو؟ اللوكس، اللوكس اللي هو أداة للإنارة، لمبة كانت مستخدمة يا إما على الغاز أو البابور أو على الغاز، بيحطوا زي كيس قماش فوسفوري وبصير الغاز أو يطلع على هالكيس الفوسفوري هاد، فبصير في توهج ومن هون بيقولوا له لوكوس. فاللوكوس هي وحدة الطاقة أو وحدة كديش في طاقة جايتنا من الشمس، هذه هي الوحدة اسمها اللوكوس. مثلا هلا أنا قاعد أجواء في غيوم كتير عنا، امبارح كانت مشمسة، اليوم انا عندي مثلا 500-600 لوكوس عندي هلا الطاقة او الوحدة هذه، بس امبارح كان في عندي شمس ساطعة وكويسة في كندا، فهذه احنا بنحكي عن 100,000 لوكوس. 100,000 لوكوس لمبة الشوارع هذه بجوز تكون 50-100 لوكوس. عشان هيك ما بتقدروش تحطوا اكتر من 1-2-3 لوكوس عشان تعرفوا تناموا، لانه ما بدنا تحفيز. فعشان هيك من كلكم اللمبات الحمر هذه، وافضلها لمبه الهمالايا، ملح الهمالايا اللي بيجي هيك ملح صخري بحفروه من داخل وبحطوا فيه لمبه. هلا لما تشوفوها وفرجناكم هنا صاله الاملاح، فبتطلع الضوء الاحمر هذا، الاناره الحمراء.
هذه توضع في غرف النوم طبعا لفترة الليل. اول شيء الاضاءة الحمراء والانفراريد هاي اللي طالعة من الملح الصخري لبرا، وشيء هافت بس حلو بهدي الاعصاب، بزيد الميلاتونين. بعدين حرارة اللمبة هذه والاشعة الانفراريد هذا بصير بيعمل عملية نثر للملح، الملح الهيمالايا اللي هو بيكون لونه وردي. لما يكون ينتثر الرذيذ تاع الملح في الغرفة كمان، هذا هو العلاج التنفسي او السولت كيف ثيرابي، باستخدام هذا الرذيذ تاع الاملاح كعملية استنشاق، وهذا كمان حيساعد على النوم. هاي موجودة وممكن الشراء هاي اللمبات الحمراء تاع الهيمالايا، او تستنوني لما نروح لكم على منبع هذه الجبال ونفرجيكم كيف بطلعوا الصخور الصحية هذه. على كل اذا تعرض للشمس نص ساعة بدون وضع اي مراهم على الجلد، مش من خلال ستار اي ولا اي ستار، حتى لو زجاج هذا حيخسر، نخسر من الالترا فايلت. نتجنب وجود أشعة الشمس على الوجه، أي منطقة في جسمنا بنعرضها، حتى لو كنا حاطين تقية ومغطين حالنا بس ركبتنا ذنينا إيدينا، هذا كفاية، لأنه حنأخذ هيك إذا بنكون لابسين ملابس قطنية خفيفة. أفضل شيء بنأخذ الإنفراريد، يعني ما بننحرم من الإنفراريد اللي هي كمان شفنا قديش فعاليتها كمضادة للأكسدة. وما بدنا هلأ نطول الحلقة ونحكي عن الفوائد الحرارة وتحمية الجسم وكديش هذه لحالها فقط إن نحمى وإحنا نشتغل برا ومعرضين للشمس ونصير نعرق، كديش كويسة لمشاكل القلب والشرايين، كديش كويسة لمنع التجلطات، كديش كويسة لعملية حرق الشحوم وحرق الدهون والتنشيط. هذه عملية ان اتحرك واعمل جهد بدني حوالين البيت في الهواء الطلق واعرق واتعرج للشمس واتنفس، يعني احسن عشرات المرات من انه اروح على جيم مثلا، لاني انا هيك ماخذ فوائد كثيرة، لا صالة رياضية ولا تمارين رياضية حوفروا لي اياها. والحلقة الجاي انا حجيكم على بيوتكم، بس حبيت أقولكم إنه الحلقة الجاي حاجي على بيوتكم على أساس نعمل زي فحص أسسمنت لكل البيت ونشوف شو الشغلة الكويسة وشو الشغلة اللي مش كويسة اللي تغيروها وتحسنوا من وضعية البيت من جوا. حنمر عليها غرفة غرفة وبعدين نطلع على الساحة ونحكي عن شغلات كتيرة بتتعلق في هذا الجانب الحساس والحيوي في صحتكم. انتظرونا، تحياتي لكم.